هشاشة العظام خليني نقول لك حاليا في الجزائر هشاشة العظام راح تزيد، نسبة تاعها راح تزيد، وخاصة في أوساط النساء، خاصة في أوساط النساء اللي فوتوا مرحلة الخمسين سنة. الآن تحدثتي على الفيتامينات، وشنو هي أهم الفيتامينات اللي ناقصة عند هشاشة عند الناس اللي عندهم هشاشة العظام؟ أهمها هي فيتامين دي. علاش؟ لانه الكالسيوم، هذا لازم نفهم واحد الحاجه، انه الكالسيوم باش يتثبت لازم له فيتامينين، لازم له اول فيتامين اللي هو لا فيتامين دي، من اجل انه الفيتامين دي يرفد الكالسيوم من الامعاء ويديه للدم. وكاين فيتامين اخر اللي ما نعرفوش وما نتكلموش عليه، اللي هو لا فيتامين كادو. لا فيتامين كادو هذه ترفد الكالسيوم من الدم وتديه للعظام. يعني بصفة عامة، إذا كان كلينا الكالسيوم وحده بلا فيتامين دي بلا فيتامين كاف سنين، كما نقولوا ما درنا والو. لازم له فيتامين دي ولازم له فيتامين كادو. لكن حنايا من